لكم معنا من جديد في برنامج إيكو كويز، أسئلة أجوبة وهدايا كالعادة في الشارع الجزائري. اقعدوا معنا ما تروحوش بعيد. صحة رمضانك. صحة رمضانك وانتي زادة. مرحبا بك معنا في برنامج إيكو كويز. هذا البرنامج راح نعطيوك فيه ثلاث أسئلة، إذا جاوبتيهم صحيح راح تربحي معنا أن كادو من عند أغفية. أغفية هي شركة جزائرية لمنتجات التجميل. السؤال الأول يقول: ما اسم وزير التجارة الحالي للجزائر؟ الوزير التجارة الحالي والله ما على بالي، مش عارف. نعطيك دي بروبوزيسيون. أعطيني اقتراح. أوكي، هل هو فيصل بن طالب، محمد عرقاب أو طيب زيتوني؟ محمد عرقاب ماشي الطاقة ولا؟ إيه عم يبدلوا كل يوم وزير. والله ما مانيش عارفة بعدها في الوزراء نبدا بالك الأولاني. اسم جديد. نعاود لك ليشوا. ليشوا يقولوا هل هو فيصل بن طالب، محمد عرقاب أو طيب زيتوني؟ شكون هو الوزير ما على بالي. معليش أعطينا جواب نقولوا بالك ما على باليش، بالك تجيك الإجابة على الزهر وصحيحة. زعما الاسم الأول اللي قلتيه. فيصل بن طالب. ممكن. والإجابة خاطئة. شكرا جزيلا للمشاركة. ما اسم وزير التجارة الحالي للجزائر؟ تبون. وزير التجارة الحالي للجزائر. مالي مالي مش اسمه. أعطني شوى. أعطيك لي شوى. وزير التجارة الحالي للجزائر هل هو محمد عرقاب أو فيصل بن طالب أو طيب زيتوني؟ فيصل بن طالب. والإجابة خاطئة. شكرا جزيلا على المشاركة. Découvrez la première ligne de soins spécifique HydraDeep, destinée à la peau sèche et sensible, et adoptez sa routine de soins. Commencez par la mousse nettoyante pour une hygiène douce et efficace avec des bienfaits hydratants, puis appliquez le sérum visage universel pour un soin intense et une hydratation profonde. Et enfin, perfectionnez le soin par la crème visage spécifique pour une peau nourrie et hydratée intensément et un teint unifié avec un éclat instantané. La meilleure combinaison entre hydratation et soins spécifiques. ارتفاع الأسعار المستمر عبر فترة من الزمن بماذا يعرف؟ يعرف بالركود أو الانكماش الاقتصادي أو التضخم؟ انكماش الاقتصادي. والإجابة في رأيك صحيحة ولا غلطة؟ ما نشتر. الإجابة خاطئة. السؤال الأول يقول: من هو أول مصدر للغاز الطبيعي المسال في إفريقيا؟ الغاز الطبيعي المسال في إفريقيا شكون هو أول مصدر ليه؟ ما كاش ليشوا. ليشوا. هل هي نيجيريا ام جنوب افريقيا ام الجزائر؟ الجزائر. والاجابه صحيحه. نروح للسؤال التالي. السؤال الثاني يقول: من هي الميزانيه او السلطه التي تعد الميزانيه الماليه؟ من هي؟ ما كاش ليشوا. ديما ليشوا. اوكي، هل هي السلطه التشريعيه ام السلطه القضائيه ام السلطه التنفيذيه؟ نسيت السؤال، عاوديه لي. السؤال يقول: من هي الميزانية أو السلطة التي تعد الميزانية المالية؟ شكون هي السلطة ولا الميزانية اللي تعد هاي الميزانية المالية للدولة؟ شكون هي؟ نعطيك لي بروبوزيسيون، عاودهم لك. سلطة تشريعية ولا تنفيذية ولا القضائية؟ القضائية. القضائية. شو رأي السلطة القضائية؟ السلطة القضائية تعد؟ الإجابة خاطئة. Découvrez la première ligne de soins spécifique HydraDeep, destinée à la peau sèche et sensible, et adoptez sa routine de soins. Commencez par la mousse nettoyante pour une hygiène douce et efficace avec des bienfaits hydratants, puis appliquez le sérum visage universel pour un soin intense et une hydratation profonde. Et enfin, perfectionnez le soin par la crème visage spécifique pour une peau nourrie et hydratée intensément et un teint unifié avec un éclat instantané. La meilleure combinaison entre hydratation et soins spécifiques. صحة رمضانك. الله يسلمك. مرحبا بكم معنا في برنامج إيكو كويز. هذا البرنامج راح نعطيوك فيه ثلاث أسئلة،
في الاقتصاد إذا جاوبتي مصحح تربحي معنا كادو من عند أغفيا. إن شاء الله راح نعطيك السؤال الأول. السؤال الأول يقول: ما اسم وزير التجارة الحالي للجزائر؟ أعطني ال اقتراحات ولفتوا بالاقتراحات. هل هو طيب زيتوني، محمد عرقاب أو فيصل بن طالب؟ طيب زيتوني. والإجابة صحيحة. نروح للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: من هي الميزانية أو السلطة التي تعد الميزانية المالية للدولة؟ ما هي الميزانية أو السلطة التي تعد الميزانية المالية للدولة؟ من هي؟ اقتراحات. اقتراحات. ديما لازم اقتراحات. هل هي السلطة التنفيذية، التشريعية والقضائية؟ السلطة التنفيذية. تنفيذية. 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 وانت وين تعرفها بلي تنفيذية؟ وين تعرفها انت بلي تنفيذية؟ على ربي وخلاص. والإجابة صحيحة، هي السلطة التنفيذية. هادو زهر ولا تعرفوهم صح؟ لا نعرفوهم صح. نروح للسؤال الثالث. السؤال الثالث يقول: من هو أول مصدر للغاز الطبيعي المسال في إفريقيا؟ أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في إفريقيا؟ الجزائر. وانتي وش تقولي؟ الجزائر. وانتي وش تقول؟ نفس الجواب. الجزائر. الجزائر. وعلى حتى قلتوا الجزائر؟ عندها بربي عندها بزاف موارد طبيعية. والإجابة صحيحة. ألف مبروك عليكم. مبروك عليكم الكادو. مازال غير تشاركونا في قناة الاقتصادية الأولى. ما عندكمش تليفون؟ عندنا. معليش تليفون برك ندخلوا لاشين يوتيوب تشاركوا في الاقتصادية الأولى. معليش شاركينا في قناة الاقتصادية الأولى وتفرطاجيها مع 5 من الناس. ومبروك عليك هذا الكادو. خلاص عطاه لك كاميرا مان سبقني. معليش تفتحنا الكادو نشوفه. هي مواد طبيعية، هي مواد طبيعية لمنتجات التجميل من طرف أغفيا. ألف مبروك عليك، تستعمليها بالصحة ولهنا إن شاء الله. ربي يحفظكم وربي يحفظكم وربي يقدركم ونقول لكم صحة فطوركم وصحة عيدكم، ينعاد علينا بالصحة ولهنا إن شاء الله. وهدي تحياتي لعائلتي، وهدي تحياتي لأمي وأولادي عبد الله وماريا، وهدي تحياتي خاصة الناس مسيلة وسيدي عيسى. إن شاء الله مبروك عليك. ولا فهمي؟ بسالم. مبروك عليك إن شاء الله وتستعمليه بالصحة ولهنا. يسلمك حبيبتي ربي يحفظك. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى نهاية حلقة اليوم. نتلقى غدوة إن شاء الله نفس التوقيت نفس القناة الاقتصادية الأولى. كونوا في الموعد.